احنا تعرفين الخدمه باش نحسنوا المستوى ديالنا فيها. صافي غنديروا يشوفوا جينيرال خدمو مع عرار يا بري غنتونجاجو في الخدمه ديالنا لي بريبار. صافي يلا علي بون شونس. يلا لا لي غارديان سيرو طلعوا لي. يلا باه يلا سي باه شوفوا العرار العرار باش نسكت. فلاش الكاري يشوفوا جينيرال باهي خاص بحال الكولونيل باهي. كان يمكن لهذا الروبورتاج يكون روبورتاج عادي على فريق عادي كينتمي لفرق الهواة، لكن الشيء غير العادي هو أن الفريق اللي أمامكم فريق التبات الرياضي المنتمي إلى القسم الثاني هو شطر الشمال الغربي، قدر يحقق 3 ديال الانتصارات من أصل 3 مباريات. والأغرب إن صح التعبير أن الفريق قدر يسجل 19 هدف في 270 دقيقة فقط. فاز ب 8-0 على نهضه الكاره، ب 7-1 امام جوهره العرائش، وب 4-0 امام وفاء الدروه ولاد زيان، حصيله غير مسبوقه في جميع الاقسام. الحمد لله التركيبه البشريه كاينه في النادي تتجمع ما بين القديم وما بين الجديد، لان كاين شبان التحقوا بالفريق الاول، شبان كما ما تيخفاش على الناس المتبعين في المنطقه ديال الحي محمدي وديال سيدي مومن، انا الشبان ديال الفريق هما اللي فازوا بالبطوله ديال السنه الماضيه، يعني كاين القديم والجديد، والحمنا هذا الشيء وركزنا عليه مع الاخوه اللي معايا ولا الحم حتى هما لعبوا كره القدم، السي الحسن الريشي لاعب سابق ديال فريق الجيش الملكي والاتحاد البيضاوي، والسي جمال لاعب ديال الاتحاد البيضاوي، وتحامينا ودرنا واحد التركيبه منسجمه فيما بينها، واللي ركزنا عليه بزاف هو انضباط، لان الفريق الا كان ما منضبطش ما عمره ما غينجح. القوه ديال الفريق الثبات هو انضباط، كاين واحد التلاحم ما بين الناس اللي تيشجعوا الفريق وما بين المكتب المسير وما بين اللاعبين. الا ما كانش الانسجام راه ما عمرك غادي تنجح، لان الاسره كاع الا كانت ما منظماش راه ما غاديش تزيد، لان النظام هو اساس النجاح. تركزوا على شي حوايج اللي حنا فيها متفوقين تنبقاو نركزوا، والحوايج اللي فيها حنا ضعاف تنعاودوا نخدموها باش نزيدوا لقدام. الحمد لله كنا نفسنا خدينا دي بازيلو كدساوا اللي لعبت فيه في قسم الوطني الاول مسيره ديالي حافله بانجازات ولله الحمد برفقه مدربار، استفدت من دوك المدربين اللي عاشرتهم اللي باقي الله يطول العمر واللي مات الله يرحمه مسكين، وضفت داك الشيء بداك التجربه الاكسبيرونس اللي عندي متواضعه، والحمد لله حنا زدنا لقدام الحمد لله فات 3 مقابلات وباقى المسيره ماشي غنقولوا راه وصلنا، يعني باقي العمل لان كنت نلعبوا مقابله بمقابله. الحمد لله الاجواء عندنا في الفريق الدراري تبارك الله منسجمين، الحمد لله داكشي اللي تيقول لنا المكتب راه تنتوصلوا به، لونطري ما تدوز احسن ظروف، الحمد لله المهم الفريق تبارك الله. هو الاستعداد هو كاين استعداد وكاين واحد المنظومه عندنا اللي اخترناها بيدينا، وكيقدموا داك الطبق اللي كنبغيو حنا هو اللي يطبقوا كانسيان جوور ديال جميع الفرق ديال الجيش الملكي والطاس، دراري اللي هما كيتالقوا وعندهم واحد الكفاءه اللي غادي يمشيو بها ان شاء الله لقدام، من هنا لقدام غادي يمشيو وغادي يقولوا الكلمه ديالهم، غير انما بحسن الظن بين ما كاين شي حوايج اللي هي جايه في الطريق وباقي ما اسمه، وما المنظومه اللي هي خدامين عليها حنايا خدامين راه كتشوف دابا بحال المنظومه هذه، والاستراتيجيه اللي ديالها 3 ماتش وداك الشيء راه جايين بواحد النظام بواحد استراتيجيه بواحد الجراه، عندنا شي الكفاءات اللي هي نقدروا نمشيو بها ان شاء الله لقدام. اضرب واش هاد الحصص الكبيرة كترجع لضعف الخصوم أم لقوة فريق التبات الرياضي؟ الفرق اللي كنلعبوا معاهم كيمشيو يلعبوا مع فرق أخرين كيربحوا بواحد تعادل كيقدروا يربحوا، فهمتي؟ ماشي هادشي خدمة وبزاف د الحوايج، وأون جروب كنا ذاك العام جروب وجينا بقينا حنا أون جروب وخدمنا مزيان، وهادشي راه ماشي جا صدفة، جا عن خدمة ومكتب ولعابة وكلشي. فريق التبات عاد الواجهة قبل موسمين وأصبح مألوف لدى المتتبعين بعد ما كاد ينضاطر إلى الأبد. نادي التبات هو فريق عريق قديم منذ سنة عام 1950 كان التأسيس ديالو الحي المحمدي بكريان الخليفة
وكاريان القبلة، وطبيعة الحال هذه المرحلة هذه كتعرف عرفات مرحلة ديال الاستعمار، ولكن بعد الاستقلال في سنة عام 1962 توقف الفريق لظروف اجتماعية واقتصادية، ومنذ ذلك الوقت توقف ما يزيد على 30 سنة حين الفريق سنة عام 1992. درجنا في جميع الفئات، القسم الوطني الرابع، القسم الوطني الثالث، وبطبيعة الحال صعود القسم الوطني الثاني الهوات لمرتين. وهذه السنة احنا كنحسوا بروسنا اننا وصلنا لمرحلة النضج. الحمد لله احنا كنا عندنا سعادة الرئيس كيعاون وكاينين الناس ماشي بزاف، غير قلال اللي كيعاونونا، واخا شي حاجه ماشي شي حاجه كثيره، شي حاجه قليله، ولكن حنا كنتمناو، هذا هدف ديالنا، واخا بهذا الشيء قليل كنتمناو الصعود. لحقاش حنا ما يمكنش لينا غير نلعبوا غير هكاك، خصو يلعب على هدف، الهدف ديالنا هو كنتمناو نحقوا الصعود هذا العام. علاش؟ عندنا واحد المجموعه شابه ومجموعه مزيانه كتبان لينا حنا في المستوى، حنا كنقولوا لما لا نحقوا الصعود، ومن تما لتما هذيك الساعه ربما يقدروا يجيو ناس اللي يعاونونا، يقدروا حنا ما المهم نديروا اللي علينا، وتماك الكمال على الله سبحانه وتعالى. هذا هو اللي كاين. الاكراهات اللي عندنا، الاكراهات هي اكراهات ماديه، اكراهات ماديه بال بال صرفه، هي اكراهات ماديه. الان كتعرف ان اللاعبين الان دابا كلهم ما كيمكنش يجي يلعب معاك وما ياخذش المنحه ديالو ديال المقابله ولا المنحه ديال البدايه ديال السنه. الان حنايا لحد الساعه، في هذه الساعه باقي ما توصلناش بالمنحه اللي عطات الجامعه، ولكن احنا متفاهمين بان الجامعه خدات الان واحد المجموعه ديال التدابير اللي من بين تجديد المكاتب، وحنا واحد الوثيقه اللي ضاعت لنا في البدايه ان عطينا ديال سنه 2013 وما كيطلبوا وثائق ديال 2014، وفعلا جددنا وحنا كننتظروا دابا المنحه ديالنا. شخصيا كنت كنظن ان فريق الثبات الرياضي كينتمي لمنطقه سيدي مؤمن، لكن تصريح الرئيس رجع الامور الى نصابها واعطانا بالضبط بطاقه تعريفيه للفريق. في البدايه كنا كنلعبوا سي مومن، نظرا لان في التاسيس ديال الفريق ديالنا انذاك كان ملعب الاتحاد البيضاوي هذا اللي كان نستقبلوا به الان، كان عليه اكتظاظ، كانت واحد العدد ديال الخروق كثيره اللي كانت تستقبل به، واشتغلنا مؤقتا بسيدي مومن. الان رجعنا للمهد ديالنا اللي هو الحي المحمدي، بطبيعه الحال باللاعبين ديال الحي المحمدي وبالاطور ديال الحي المحمدي، وعندنا الان لاعبين من جميع الجهات، من عين السبع، من سيدي مومن، البرنوسي، بن مسيك، سيدي عثمان، والحمد لله كنشتغلوا دابا وفق واحد الرؤيه اللي كنمثلوا مدينه الدار البيضاء بشموليتها. بعد الانطلاقه الجيده جدا وايضا روح الانسجام اللي كتسود بين كل مكونات فريق الثبات الرياضي، اكيد ان طموح الفريق غادي يكبر وغادي ياخذ حجم حصص الاهداف اللي كيفوز بها. والطموح ديالنا هو الصعود ان شاء الله، لا سيما الفريق في السنه اللي فاتت حتى المرتبه مشرفه. الصعود يحلم به اي لاعب، اي لاعب تيحلم به الفريق، اي مدرب تيحلم انه يحقق نتائج في مستوى، خصوصا حنا تنكونوا من واحد المجموعه اللي كلها مساهمه في هذا النجاح، لان حتى عندنا واحد السيد سميتو كريم اللي هو ممرض وخاصم الامتعه حتى هو تيساهم، يعني كاينه عائله تنتجمعوا كنخرجوا مجموعين، ولكن تندخلوا الملعب ديباط كاينه مسؤوليه، عارف نحس المسؤوليه. عندنا لاعبين في مستوى، لعبنا مع فرق الحمد لله، السر ديال هذا النجاح هذا هو ان لعبنا مع فرق في بدايه السنه، بدينا بكري لمده شي شهر ونص، شي شهر و20 يوم ديال الاستعدادات، لعبنا مع فرق كبيره، لعبنا مع فريق الراك اللي تيعرفوا الجميع فريق عنده تاريخ، لعبنا مع الرجاء، لعبنا مع فرق مع الاتحاد البيضاوي، لعبنا مع فرق كبيره، نهزمنا، لعبنا 9 ديال المقابلات حبيه، نهزمنا في 8 ديال المقابلات، انتصرنا في وحده، ولكن عرفنا المخابيا ديالنا وعرفنا المزايا ديالنا وخدمنا اكثر على الخبايا ديالنا وحسنا المستوى ديالنا، وهذا الشيء تيعطينا هذا الانفجار الحمد لله. بصراحه احنا اللعابه تلعبوا باش نربحوا، هذا اول حاجه، كعارف حتى الظروف كي دايره، حتى الجميله كما تيقولوا الحريفيه تلعبوا الجميله، ولما راه كان الصعود لعبوا ليه ماشي مشكل. حنا هذا المهم، المشكل عندنا هو الطروب، خصنا نجيبوه يا الي يا روتو. الطموح ديالنا هذا العام ان شاء الله، ريحنا مع المكتب وهذه درنا جلسه
عائليه كما كنقولوا، حيت الفرقه من العام اللي فات والمكسب كلشي متفق، وقررنا ان شاء الله هذا العام الفريق ان شاء الله يفتح ان شاء الله باذن الله. الغريب في الامر هو ان الثبات الرياضي سواء كان تابع سيدي مومان ولا الحي المحمدي، الغريب هو انه وفرق اخرى عديده في مدينه الدار البيضاء كتخبط في مشاكل ماديه كبيره في ظل غياب دعم السلطات في مدينه الدار البيضاء، في الوقت اللي المدن المجاوره كتدعم فرقها ماديا ومعنويا. الى بقى الامر على هذا الحال، خلال سنوات قليله مستقبلا غادي تنضاطر كل الفرق التاريخيه وغيبقاو فريقين فقط، الرجاء والوداد. في الوقت اللي كان كيتلعب فيه ماتش ديال الدراري الصغار، كانوا اللعابه ديال مولوديه مراكش كيديروا الاحماء في هوامش ملعب الحاتي استعدادا لمواجهه فتح سيدي بن نور في اطار الدوره الثالثه عن بطوله القسم الثاني هوات شطر الجنوب. تخيلوا معايا مباراه مبرمجه مع 11 ديال الصباح في الوقت اللي غادي تلعب فيه ماتش ودي او حبي كيف كيحلو لكم تسميو، مع الوحدة ديال النهار. أمر غريب وعجيب ولا يحتاج لتعليق أكثر. أكيد غادي تسناونا نعطيكم لقطات المباراة، ما غادي نخبيو لكم والو. مباراة مع 11 في 35 درجة ديال الحرارة في مراكش أمام مدرجات فارغة وعلى عشب أقرب إلى الجمر. أش غادي تسناو؟ غادي نمشيو بكم مباشرة دقيقة 88 واللي كاد خلالها يسجلوا الزوار هدف الفوز، ثم بعد ذلك خلال الوقت الإضافي غادي تصطدم رأسية مهاجم مولودية مراكش بالقائم. أما داكشي كله قبل دقيقة 88 راه ما كاين والو. المباراة حدات ديما كنجيو على أساس الانتصار، كنلعبوا ديما المقابلات ديالنا ديما كيكون مفتوحة، ديما كنلعبوا على طواقم اللي إذا هذا هو السيستيم ديالنا اللي كنلعبوا به، كنلعبوا ديما 4-3-3 وكنكملوا تقريبا هادشي. يعني أنت راضي على الأداء ديال اللاعبين ديالك اليوم؟ كان تقريبا ضيعتوا فرص وكان ممكن تستقبلوا أهداف. بطبيعة الحال أنا راضي على اللعبة ديالي، ضيعنا فرص وكنا نهزموا حتى لآخر دقيقة كنا نهزموا، الحظ الكرة هي دي، المهم الماتش كان داز مزيان. وهذا هو أول مطلوب تقريبا أغلبية ديال الدراري لأول عام لاعبين في هذا القسم هذا، لأن واحد تغيير ديال 90% باش تغيرت هذا، لا من ناحيه اللعابه ولا حتى من المكتب الجديد. المكتب المكتب تقريبا المكتب كامل جديد. كنت ذاك العام معارض المكتب القديم هو ماشي معارض، انا كنت من الناس انا هو الفرقه وانا كنبغي الصالح العام ديال الفرقه. قد ما كانت الفرقه مزيانه احنا ما كيف ما كان يكون هذا المكتب ولا يكون مكتب اخر ولا يكون اي حاجه احنا معنا. يعني دابا انت مدرب الفرقه هذا المكتب اللي بان بلا دار شي حاجه تقدر تعارضه واخا انت مدرب؟ بطبيعه الحال الى انا كان غادي بصالح الا ما كانش غادي في النهج اللي غاديين فيه احنا اذا ما غيكونش. انت مدرب منخرط؟ لا غير مدرب. مابقيتيش منخرط؟ لا مابقاش منخرط. حيتي صفه منخرط؟ حيتي صفه منخرط دابا مدرب. مدرب ولما بقيتش مدرب ترجع منخرط ولا؟ هو انا ولد الفرقه، انا قد بقيت انا ولد الفرقه، قد كنت منخرط قد ما كنتش منخرط انا ولد الفرقه وغير صالح العام الفرقه. شكرا. هو اللي وقع بالنسبه للشوط الاول جاونا فرص اللي ضيعناهم، هما اللي خلاو اللاعبين انه في الشوط الثاني وصلهم هذاك الملل باش انه بحال فقدوا الثقه في نفوسهم انه ما باقيش غادي ينتصروا. هادشي اللي وقع في الاخر ديال الشوط، في الاخر ديال الشوط الثاني، ولكن المقابله كانت مفتوحه وكانت جميله، كانت سيدي بن نور كانت انتصر وكنا حنا جاونا فرص اللي كنا نقتلوا الماتش في لي ديرنيير مينوت ديال المقابله. بالنسبه للياقه البدنيه كنا انا هذا العام في التوقيت وفي هذا الملعب عادي، فوالا عادي انه الحراره وعشب اصطناعي وماشي شي اصطناعي اللي هو من الطراز العالي، انت كتعرف ملعب الحارتي كيداير راه غني على التعريف. يعني هذا هو اللي خلى سيدي بن نور انه يرجعوا، وكانوا تيعتمدوا على لي كونتر ونفس الحاله حنا طبقناها، لانه اللياقه البدنيه ما يمكنش تحكم عليها، لانه وبدايه الموسم اللي مازال ما ودا الماتش ديال شباب هوانا كنا ب 10 اللاعبين وما فقدناش اللياقه البدنيه ديالنا. امجد هوانا
وانتصرنا في لي ديرنيير مينيت. على شباب هو راه عزاه عندنا ما كنبغي نحبها خزيطه. أحد المنتجعات متواجدة في ضواحي حد سوالم كانت مكونات الشباب المحلي كتربص استعدادا لمواجهة ضيف قادم من بعيد، فريق شباب الساقية الحمراء إطار الجولة الخامسة عن بطولة القسم الأول هواة شطر الجنوب. فريق الشباب الرياضي السالمي كيعرف استقرار وعلى جميع المستويات سواء تسييريا أو تقنيا. هذا الموسم فريق كيطمح للصعود رغم أن مسؤوليه كيخفيو الأمر، شيء عادي بعد ضياع حلم الصعود في مناسبتين وفي آخر الدورات. الشباب الرياضي السالمي السنة هذه وأننا كنحاولوا نخلقوا واحد فريق منسجم اللي يرضي التطلعات ديال الساكنة ديال سوالم وجميع المحبين والمتتبعين تاع فريق سوالم، لا من ناحية يعني التركيبة البشرية للفريق، لا من ناحية المكتب، لا من ناحية أننا نحاولوا نبحثوا على موارد جديدة للفريق اللي تخلي الفريق يقدر يلعب السنة هذه بكل أريحية. من بعد يعني المحتضن الرسمي للفريق اللي هو المجلس البلدي المدني تاع حد سوالم، ونظرا لان كون مدينه حد سوالم كتهتز بواحد يعني تجمع صناعي كبير، فهاد السنه هذه استبشرنا خير بانه حضينا في الشرف ديال الدعم ديال احدى اكبر شركات مجموعه شركات اللي في المنطقه اللي غتحاول تحتضننا السنه هذه باش ان شاء الله نكونوا ما نعانيوش واحد المشكل مادي اللي هو يكون كبير. صعيب نقولوا ان حاطين نصب العيون ديالنا الصعود السنه هذه، لان الصعود راه ماشي ساهل، راه كاين 34 مباراه فيها مباريات اللي صعاب بزاف، بعد المسافه، فرق قويه. حنا غنحاولوا نجريو هذه المرحله الذهاب يعني باقل الاخطاء ممكنه، ونحاولوا نبحثوا على نقاط كبيره اللي باش ناسيرو لو مانتيان ديالنا. وعند النهايه ديال يعني بعد ما ننتهيو من مرحله الذهاب غادي نديروا واحد التقييم للحصيله ديالنا، وغنكونوا تعرفنا على المستويات ديال الفرق كامله اللي مشاركه معنا. هذيك اللحظه هذيك غادي نقرروا واش حنا نقدروا نبحثوا على الصعود ولا ما نبحثوش عليه. المهم خصنا نعرفوا المستوى ديال الفرق اللي مشاركه معنا، خصنا شطر الجنوب كيعرف واحد الحده، يعني كاينه فرق مجربه اللي عندها تاريخ وباع في هذا القسم هذا الهو. كاين تغيير اسم الفريق ولكن ماشي تغيير جذري، غير هو يعني للتوضيح. شباب الرياضي السالمي كتوحي يعني كتبعد المتتبع على مدينه سوالم. الاسم المقترح دابا واللي غادي ان شاء الله في اواخر السنه غادي نديروا لجنه مع السيد النائب باش نصلحوه، هو غيكون شباب سوالم الرياضي، باش نعطيو الاسم الحقيقي للمدينه يعني كما هو، يعني سوالم شباب سوالم الرياضي. ما كاينش تغيير كبير ولا هذا، يعني كاين غير باش نصلحوا المصدر الاسم باش يولي معروف كما يعني يحمل اسم المدينه الحقيقي، ماشي السالمي وانما السوالم، شباب السوالم الرياضي. ياسين منتصر.
ياسين جيمة. ياسين سي ياسين. سلام بعد ما ضيع فريق الشباب الرياضي السالمي الصعود في اخر الدقائق وخلال الموسمين المتتاليين، هذه السنه الفريق كيطمح للصعود، خاصه بعد الانطلاقه الجيده واللي خلاته يتربع على الصداره بعد مرور 4 دورات. رضوان مشيتي لهاد الفرقه كتمشيتي لبرشيد شويه ورجعتي ولفتي الشباب محمد يا مشيت لبرشيد ولفت امي رجعت في منتصف الموسم السنه الماضيه حيت كاين كما سبقت وذكرت لك لان الرئيس ربطني بعلاقه ديالو وعندي شري راحتي عرفتي ديك شري راحته انا شري راحتي الحمد لله ما كاينش لك دخل فيا كنقوم بعمل ديالي يعني داك اللعابه اللي كنبغي نتعاقد معاهم كنتعاقد معاهم الطريقه اللي كنبغي نلعب بها اللي كتعرفوا معروفه هجوميه كنلعب بها كنحاول واخا ندير تيكي تاكا واخا هواش كنعاود ندير تيكي تاكا. تما طرف في البارسا بزاف. طرف في البارسا والراجا سابقا وانا ولفنا من الصغر ما كاينش في الزع وما كاينش عشوائيه، حتى انا كمدرب باغي نتمتع، حتى انا ما يمكنش ضربه طويله على الله وهذه نلعب وكنتمنى دابا الجامعه الان القجع اللي دابا غيصيب الملاعب وحتى المنحه ديال 90 مليون ماشي بحال الجامعه السابقه اللي عطاتنا قسمت وقالت كسير 5 مرات للصحراء بجوج ريال، ما يمكنش الحمد لله دابا عطاوه اهتمام للهواد غيصلحوا ملاعب غادي نتمناو كذلك بغينا نطلبوا الالكترونيه كنطالبوا كذلك الملاعب غيكونوا ان شاء الله وبشواهد المدرب باش نلقاو بهذه الكره لان راه هو لابطر كشي تا اوروبا راه يمكن ربع عده لاعبين وعندنا لاعبين يلعبوا في قسم الوطني الكبار بتجربتي والله الا كاين لاعبين في الهوات غيلعبوا في قسم الوطني الكبار وكل سنه غتكون 6 ولا 10 لاعبين يلعبوا ماتش اليوم نقدر نقولوا ساهل رضوان ولا ما ساهل حتى الا سهلنا علينا حنا الا كنا سهلنا وكنا في الطريق لحقاش وما تعرفش تقنيه ولكن لحقاش الظروف ديالو لا تنقول حنا سبقنا لعبنا بحال هذه المباريات الا كانت بعض المرات صعبه عليك كون ماتش بياس الا صعبت عليك اما الا كانوا اللاعبين مركزين وكل التركيز فغيكون غيسهلوا هما اللي برجليهم كما كيقولوا يقدروا يسهلوا المباراه اللاعبين هما اللي يقدروا يسهلوا المباراه الا كان التركيز في الاول وكان اللي سجلنا في 5 دقائق الاولى غادي يسهل لنا المباراه اخر سؤال كاين شي تغيير مع مورلون حرمه الله بالنسبه لكم كمدربين ولا مازال ما كنتش احنا خدمنا مع مورنو يعني كانت حقيقه من الايجابيات ديال الجامعه السابقه نقولها التكوين حقيقه كان تكوين على المستوى وكذلك كننتظروا لانه دكتور يعني معروف والتجربه ديالو لا عطاها لا في الامارات لا في قطر كنتمنى ان شاء الله التجربه ديالو تعطيها لنا وتعطي الاكل ديالها ان شاء الله الظروف انا ديما كنسول اللعابه ظروف المدرسه واخا كاين اللي كاين اللي كيصارحني وكاين اللي كيكون رئيس حداه كيقول لي لا قول كلشي مزيان صراحه الظروف صراحه هاد الساعه لحد الان غادا مزيان الصراحه المهم غادا واحد النسبه مزيان صالي راسكم في الوقت الحمد لله هاد الساعه غادا مزيان كنتمنى واش بقى غادا بحال هكا ولكن الحمد لله غادا مزيان لا لا غادا مزيان الحمد لله المهم هاد العام غادي مزيان الحمد لله ماتش اليوم نقدر نقولوا انتم رابحين على الورق قبل ولا الفرق لا بحال كاع الفرق لاعبين اليوم بحال لاعبين بحال اي خاص معاك جايين مبعيدين جايين لا وما وعيانين و... لا حنا من الاخرين حتى هما راه مزيان واخا من الاخرين راه قدر على البديه راه يلاه الدوره 4 ولا 5 قدروا نتعقوا من هذا الماتش ما عرفت داك الشيء راه التيران راه الكره هذه طاح ما عرفتش حنا المهم حنا غنديروا اللي علينا وحنا عندنا في التيران خصنا نربحوا المهم في التيران خصنا نربحوا شكرا شكرا خويا طارق الله يحفظك خويا طارق يلاه لولا بركه لولا بركه لولا بركه زكريا يلاه لولا زكريا صاحبي خويا عبد الجليل جاي يعوض مزاكي حكيم ان شاء الله كي لقيت الفرقه في الشمال الفرقه طرا عليها بزاف تغييرات رضوان جاب دراري مزيانين ومهم انتم مزيانين كتحسوا براسكم كنحسوا غادي مزيانين الحمد لله غادي مزيانين الدراري بدينا ننسجموا بيناتنا غادي مزيانين الحمد لله نكملوا في هذا المسار كي الظروف انا قال لي فرنان مزيان انت اش كيف ما شفتوا انت نتوما راكم حضرتوا بعد اليوم معنا شفتوا الظروف اللي كندوز منها المهم داكشي في تحسن وغادي الحمد لله نقول الكلمه ديالنا ونتمنوا ان شاء الله نحققوا واحد المبتغى اللي كنتسنى منا كاع الفعاليات المدينه
نتمنوا من ربي يوفقنا ان شاء الله. الماتش اليوم نقدر نقولوا سهل مربوح على الوراقي. انه احنا ما كنفكروش بحال هكا، ما كاينش شي فرقاق في الهوات اللي غادي تقول الحكا هذه ناقصه ولا ما. احنا ما كنحضروا حتى شي خصم، غادي نحاولوا نجيروا ماتش بماتش وان شاء الله نتمنوا التوفيق من الله. شكرا. الله يحفظك. الفريق الزائر فريق شباب الساقية الحمراء واللي سبق لي لعب في النخبة خلال الثمانينات رفقة فتحي جمال وحسن الدرهم عاد هذا الموسم إلى الهوات بعد غياب دام موسمين في القسم الثاني هوات. أكبر عائق كيواجه الفريق هو طول المسافة المقطوعة، عبء كيتحملوا رفقة باقي فرق صحرائنا. بالنسبة للمسافة كما معروفة جغرافيا العيون 1200 كيلومتر لكازا، زيد واحد 30 كيلومتر ولا 40 كيلومتر لحد سوالم، مسافة غنية عن التعريف. بالنسبة في هذا الإطار هذا كنشكروا بعدا الناس ديال الجامعة لأنه على المشكل ديال الترونسبور، حلوا لنا المشكل ديال الترونسبور، حل ديال المشكل الترونسبور اللي بقى شوية ديال فهمت شنو واش ولاو كيعطيكم فلوس؟ ما لا لا عطاونا داروا حفلة ديال لاصاداس. بقى واحد المشكل صغير بالنسبة للديبلاسمون، بالنسبة للأوتوريزاسيون لأن مازال ما يمكن على حساب اللي سمعت بأن الكونترا باقي ما تمت، لأنه كنلقاو مازال مشكل مع ديال الأوتوريزاسيون ديال الشركة مع وزارة النقل، داكشي خرجنا شوية معطلين. تصورت خارج مع الواحد ونص، إذا حتى لكازا راه ما وصلنا حتى شي الصباح. صعيب. وهذا في هذا الإطار هذا أنا بعد كي شخصيا كنشوف بأنه خاصهم يعاودوا واحد النظر في الأشطر، لأنه ثاني لا يعقل بأنه الفراقي ديال كازا يمشوا حتى للداخلة، والداخلة حتى هي لهنا، ماذا بك العيون زيد داخلة راه بزاف. كنشوفوا بأنه ما كاين فهمت خاصهم واحد الإعادة ديال العام الجاي إن شاء الله، إعادة ديال الأشطر، يشوفوا أشطر فهمت ديال 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 الصحراء. راه كاينين الفراقي لأنه هنايا قراب يديروا يقسموا على كل ماكسيموم أكادير، يعني نقولوا أكادير حد أكادير. حد أكادير. في إطار فهمت في إطار الجهوية الموسعة اللي كاينه دابا كاينه دي بها سيدنا، خاصنا فهمت لأنه أي شي حاجة عندها حل. أكيد. ما كاين حتى شي حاجة ما عندها حل. أنس الرحلة طويلة وداك الشيء. تعب. متعب عودنا يعني أنتم كلاعبين صعيب، واش تقرا واش غتخدمي متى غترجع؟ عودنا على الظروف هذه. الصراحة ظروف قاسية. فهمتي طريق بعيدة وراك عارف الصحراء فين جات ماشي وبلادنا تبارك الله كبيرة تبارك الله واسع صعيب ياك توصل عيان شوية كنوصل عيان وراك عارف التعب مع الطريق ومع عاوتاني غترجع شوف دابا تلعب الماتش وتفكر في ذاك الرجوع عاوتاني تقرا انت؟ لا مابقيتش كنقرا كنلعب كرة كنلعب كرة ولكن بالنسبة للدراري اللي معاك كيقراو صعيب واش غيدخل كاين اللي كيقراو ثلاث ولا كيغيدير؟ راه مشكلة دابا هو راه كيلعب وكيفكر بحال شي رجع راه راسو في القيس وكيفكر كيفاش كتعاملوا نتوما مع هذا المعطى؟ كتحاولوا تنعسوا كتعوضوا بالماكله كتعاودوا باش واه الحمد لله الطاقم هذا اللي معنا فهمتي ما هادشي موفر لكم موفر موفر موفر. غبتوا واحد الغيبه ما رجعتوا كي لقيتوا هذا القسم، واش تبدل واش المستوى واش الامكانيات كيفاش كانت العوده؟ بالنسبه لهذا القسم هذا تبدل بزاف، لقيناه بانه تبدل اولا تبدل من ناحيه جغرافيه تبدلت علينا، ثانيا من ناحيه حتى من ناحيه النيفو ماشي طالع ولكن كيبان لك بانه فهمت ولا شي شي نقول لك انا عندي واحد الفكره من قبل كانت الكره ما كانش الفلوس دابا كاين الفلوس ما كاينش الكره يعني كاين الامكانيات الماديه ولكن الامكانيات الماديه كاينه ولكن اللعب والفراجه ما كتشوفهاش حنا كان جميع انا استقبلنا جوج فراقي دابا في العيون كيبان لك بانه المستوى ماشي شي حتى الكره حتى الفرجه ما كايناش بنادم ما بقاش كيلعب ولا كيلعب غير على النتيجه بالعربيه تاع عرفت دوبال كتلقى فهمت صافي قال يمكن لقيتش من الضرين هاد المباريات اربعه لعبتو مزيان وخسرتو هذا دابا لانه علاش دابا الدراري دابا فهمت عندنا حنا الحمد لله حنا دابا طالعين بواحد لا جينيراسيون صغيره تشبيب هذه واحد عامين وهذه من كنا في البول اللي من قبل هادو تشبيبي الله فهمت انسان جاي يلعب الكره كيلعبوا الكره مع نافعنا الحمد لله هذاك التيران ديال سانتيتيك شويه مع لونطريمو هادي ونزيدك واحد الحاجه ولاو الاخوان ولاو كيتفرجوا في البارسا بزاف كيبغوا يقلدوا
الكره كاينه ولكن انتم البارسا ما عندهاش نقطه واحده، انتم عندكم نقطه واحده إيه، ولكن البارسا هي الاولى. البارسا مدرسه مدرسه، كنقول لك غير بانه الدراري حتى ذاك اللعب ديال فهمت ام باستي تيكي تاكا هذاك الشيء ولاو شويه حنا دابا كنشوفوا بانه بحال الماتش اللي داز انا كما شفت البارح كنت كنتفرج في السيدي ديال الماتش ديال بنكرير، نقول لك ماتش مشى لنا هكاك. حنا لعبنا الكره هما داو الماتش وهذا نورمالمون، لان الصبوره راه فيها طوا بوا ما فيهاش لعب الكره، ولكن المهم ان شاء الله في المستوى البعيد ان شاء الله باقي البطوله، باقي اللعب، باقي دي ديبلاسمون، باقي ان شاء الله غادي نجيبوا النقيطات ان شاء الله وغادي. شكرا سي خالد، بارك الله فيك. شكرا، يلا كيجيبوا لعابه يجربوهم وبزاف عرفت الفرقه اللي كتطلع، وهذا هو المشكل. هذا هو المشكل، يعني هادشي اللي عندكم تكملوا به حتى شهر واحد ان شاء الله يكون خير ان شاء الله. راك عارف كلشي يلعب النفس وراك عارف اليوم مات صعيب، كنعرفوا السوان في الخير. هي فرقه كتلعب كره وهي الاولى، ولكن الحمد لله نحقوا النتيجه ان شاء الله. نادي ملعب نفسي حقوا النتيجه ان شاء الله. الله يسهل عليكم سوي. ثلاثة الهزائم تعادل واحد، أسوأ انطلاقة يقدر شي مدرب يحلم بها. فعلا هذه حقيقة، ولكن كاينة أسباب. الفريق منين ما يدير استعداد مزيان، منين ما يدير انتدابات مزيان، منين ما يحضر، منين ما علاش ما هادشي ما طراش؟ علاش؟ علاش؟ لأنه هادشي ما توفرش، على أساس أنه درنا واحد لاليست طلبناه وكاين محضر ودار، ولكن ما توفرش. علاش؟ ما عندوش إمكانيات ولا ما بغاوش؟ ما نقدش انا نجاوب على هذا. كنظن درتو شي تجمعوا في اكادير كنظن؟ لا لا، الفريق الوحيد في الصحراء كاين خمسه فرق، الفريق الوحيد اللي ما مشاش دار البريباراسيون هو فريق الساقيه الحمراء. كان مقرر لانه كنا تفاهمنا عليها وكان دار برنامج وتسطر وتفاهمنا على المدينه وكل شيء، ولكن ما تنفذش. والانتدابات طلبتي شي لاعبين بالذات؟ طلبت لعابه، درت لا ليست فيها 14 لاعب من مدينه العيون، محتاجين نجيبوا لعابه ولا شي حاجه. ما ديك 14 حاجه جابوك من اللعاب؟ جوج لعابه. جوج لعابه؟ جوج لعابه. يعني عادي هذا الهزائم؟ انا نهضروا بصراحه عادي، لانه الظروف ديال باش تصنع فرقه ولا باش تقاد فرقه راه عادي، وخاصك شويه ديال الوقت. ما توفرتش هاد الظروف وما كاينش الوقت، وكتلعب ضد فراقي اللي هما مبريبارين ومستعدين واصلا مجموعين. واحد شهر 8 كاين اللي بدا في شهر 8، وكاينين المجموعه متجانسه، كاين اللي عنده المدرب معاه سنتين، عنده اللعابه معاه 3 سنين، لعابه عندهم تجربه. احنا لا كغديرهم غيره، دابا غتلعب واحد 7 المباريات ولا 8 عاد باش تقدر تزيد. دابا هذا هو، راه حنا باقيين دابا تصور البطوله، دابا السنياسير سالات البارح، حنا يلا درنا انتدابات البارح ثلاثه اللعابه باقي ما تريناهم معنا، يلا شفناهم جبناهم شوفوا الشمي وغادي ندخلوا مع مجموعه جديده، خاص وقت الانسجام، خاص بزاف ديال الامور. يعني الناس اللي كيستغربوا النتائج ديالكم ما عارفينش، راه عاديه بطبيعه الحال، داك الشيء راه باين. الماتش اليوم صعيب، فرقه السوالم باعتراف الجميع كيلعبوا كره، فعلا فريق اللي منظم، عندهم لعابه عندهم تجربه في البول، عندهم لعابه عندهم تجربه في القسم الوطني الاول. حنايا جايين ناقصين بسات لعابه، ها لعاب تبليسه في عاف لي شوفمو راجع الارضيه ديال الملعب، ها هو لعاب، راه هو راهو يلا بدينا بوما لا اله الا الله وصافي. الله يصوب اخويا، شنو نقول لك؟ امين قلبي معكم، بارك الله فيك. تبارك الله عليك. من الثواني الاولى ندافعوا لاعبي الشباب السالمي واحتكروا الكره بشكل كبير وخلقوا فرص عديده. أولى الفرص السانحة تاحت في الدقيقة 12 بعد كرة عرضية. زاوية نفذها المخضرم حميد ناطر المعروف بكشكوشة زعجات كتير حارس مرمى الزوار. بالمقابل أولى التحركات الهجومية لشباب الساقية الحمراء جات في الدقيقة 22، لكن محاولة عرفت تدخل دفاع السوالم. دقيقة 25 غادي تعرف فرصة ثانية للتهديف بعد ما اصطدمت رأسية أمين قاصد بالعارضة. لاعب الساقية محمد كردوب داير كل شيء، وملي دخل مربع العمليات سدد بشكل سيء جدا. حميد ناطر كان سقاي وبان بالواضح انه مازال قادر يلعب على اعلى مستوى، تمريراته كانت حاسمه وميليمتريه. اخر دقيقه من عمر الشوط الاول وبعد تمريره رائعه من كشكوشه
أمين قاصد غادي يتمكن من توقيع هدف التقدم للشباب الرياضي السالم. الوقت الإضافي عرف عرض رائع المراوغات ناطع. خلال الشوط الثاني تواصل المد الهجومي للمحليين واللي استغلوا تقوقع الزوار في الدفاع. هنا غادي يوقع أمين قاصد هدف، لكن عبد الهادي الجلموني غادي يرفضوا بداعي التسلل، والإعادة غتبين بالواضح أن قرار الحكم كان غير صائب بالمرة. بعد دقيقة فقط هدف آخر مرفوض بداعي التسلل، وهذه المرة قرار كان صائب. محاولة سانحة للتسجيل بدأت بحركة طريفة من الحمر ونهاها عبد الهادي بن زيزة، لكن تدخل حارس مرمى الزوار كان في المستوى. آخر خمس دقائق عرفت تحرك الخط الهجومي لشباب الساقية الحمراء، لكن تركيز المهاجمين كان غائب بالمرة. النتيجة بقات على حالها إلى حين إعلان الحكم عبد الهادي الجلموني عن نهاية المباراة بفوز منطقي ومستحق للشباب السالمي أمام الفريق المنهك بالسفر شباب الساقية الحمراء. كنا كنتسناو انهيار الفريق بحكم السفر والتعب وداكشي، كي شفنا الفريق في الشوط الثاني رغم الهزيمه شفنا وجه محترم. هذاك الشيء راجع للطريقه باش لعبنا اصلا الشوط الاول، عرفنا غادي يكون عياء وغادي يكون هذا، داكشي علاش نظمنا البلوك ديالنا شويه يكون راجع، نحاولوا باش الدراري يتيقوا شويه في راسهم وعلى ما يطلقوا هذا نبنوا استراتيجيه للشوط الثاني. ولكن تفاجئنا بالبيت اللي تمارك علينا خطا في اخر الشوط الاول، هو اللي مالكنا حنا باني على اساس انه سالوا الشوط الاول 0-0 باش نقحموا واحد جوج عناصر في الشوط الثاني نحاولوا ندو نتيجه ايجابيه، ولكن الغالب الله حرب الله باقي خدمه كثيره كتسناكم. بطبيعه الحال الانسان كما قلت لك قبل المقابله على اساس انه يلا ثلاثه اللعابه يلا قمنا بانتداب ديالهم البارح، جوج اللعابه اصلا اللي لعبوا معنا هذه المقابله الله تريناهم معنا يوميا، كاين الغياب ديال سته اللعابه اللي بقاو في العيون، دونك حنا في اطار بناء نتيجه جيده بحكم الظروف. لا هي نتيجه ماشي جيده، لا زعما بحكم الظروف يعني بحكم الظروف خلاص، ولكن حنا اللي نسعاو له خاص الانسان الجمهور يعرف على اساس انه حنا كنسعاو باش نبنوا واحد الفريق، اين فوا نبنوا فريق ان شاء الله ما غاديش يكون خوف عليه ان شاء الله. هذو المباراه الفرص الضائعه. نعم حقيقه كما قلت لك في الاول يعني ما كانت كره جميله، كان محاوله كما كشف عليها وانا غير راضي على هذه الفعاليه حقيقه باش تضيع سبب. ما عجبوكش الدراري اليوم؟ لا عجبوني من حيث الفرديه، ولكن من حيث الفعاليه ما كانش، انا يمكنش وصلوا سبع مرات نسجلوا هدف، لا هو ماشي فرص عاديه، فرص وانا سانح التسجيل يعني كتشوف يعني انفراد ثم كتشوف يعني بعض الاحيان اللعابه يعني امام خشبه الثلاث كيضيع بعض البشع. انا غير راضي على الفعاليه، اما كان الاداء كان مزيان ولكن الفعاليه ما كانتش، لو كنا سجلنا اهداف كنا غادي نرتاحوا اكثر. حميد ناطير مستوى ديال القسم الاول نخبه، شفنا حميد ناطير مستوى كبير بزاف. وحقيقه حميد ناطير لاعب باقي شاب لانه حتى هو ما كيهزش الوزن، داكشي علاش هو الحمد لله يعني كان مصاب ما شاركش معنا في المباراتين الاولى، شارك معنا المباراه الثالثه بعد دقائق ثم شارك في المقابله الرابعه رسميه. حقيقه هو كيساعدنا علاش؟ لانه كيعطينا الحلول، لاعبين عندنا في الهجوم الحمد لله يعني كيمتازوا، يعني نقول لك واحد الحاجه حتى الملعب ما كيساعدناش.
لا انا نقول لك راك شي المعمه ما كيساعدناش حنا الملعب في سوان ضدنا لو كان ما بغيناها سانتيتيك ان شاء الله غيكون سانتيتيك من الملاعب 55 غيكون نهار غيكون سانتيتيك غادي يكون تقنيه افضل لنا لاعبين تقنيين ومي كيكون الملعب يعني هو ما مساعدناش يعني راك لاحظتي دائما بعض المرات مين كتقول لاعب لماذا ضيعتي الكره كيقول لك راه الملعب تهزت كره لذلك انا كنتمنى ان شاء الله الملعب يكون هنا محشوش بالصناعي باش نقدموا افضل كره ان شاء الله. فريق الشباب الرياضي السالمي دوره بعد دوره كيتحسن كيبحث عن نتائج جيده داخل 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 الملعب ولا خارج الملعب. فالفريق في حله جديده في نتائج جيده شعاره هو الانتصار شعاره هو الفوز وبدات الجماهير اللي كانت غابره بدات كتحج بدات كتحج بكثره اللي تساند هذا الفريق اللي هو محتاج للدعم ومحتاج للتشجيع باش يحقق واحد النتائج ايجابيه ولما الصعود الى مجموعه النخبه.